كنا قد انتهينا من تدبر سورة الشعراء، تلك السورة العظيمة التي وقفت بنا عندما يمكن أن يقدمه الإعلام عبر العصور المختلفة في خدمة الرسالة التي لأجلها خلق الإنسان. وسورة الشعراء من ذلك الاسم الذي تحمله، على اعتبار أن واحدة من أعظم وسائل الإعلام الشعر والشعراء، ولذلك جاءت السورة العظيمة تحمل اسم الشعراء. وبعد أن تحدثت سورة الشعراء عما يعرف في زماننا المعاصر بالسلطة الرابعة الإعلام، جاءت السورة التي بعدها النمل، ومن بعدها سورة القصص، لتكتمل معها السلطات التي من خلالها يمكن أن يقوم الإنسان بدوره الذي ينبغي أن يقوم به على هذه الأرض. الذي يلفت النظر أن سور الشعراء والنمل والقصص هي بذات الترتيب الذي نزلت في المصحف كانت مرتبة في النزول كذلك. بمعنى آخر أن السور الثلاث جاءت ونزلت في فترة تاريخية من عصر الدعوة في مكة، كلها مكية، تشارك ذات الظروف والتحديات التي جاءت فيها سورة الشعراء، سورة النمل، سورة القصص. ولو رجعنا إلى تاريخ الأحداث التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه المسلمون في ثنايا تنزل السور الثلاث، لوجدنا أنها بداية الدعوة الجهرية. الدعوة في مكة استمرت سنوات، ثلاث سنوات، وهي في مرحلة السر، ولذلك قريش لم تأبه لها كثيرا لأنها لم تشكل تحديا واضحا صارخا لموقعها ومكانتها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية أو الثقافية. ولكن حين تحولت الدعوة من السرية إلى العلنية والجهر، دخلت الدعوة في مرحلة جديدة، وبدأت قريش تستشعر معنى خطورة هذا الدين الجديد على مكانتها وموقعها. وبدأ سادة قريش وكأنهم قد استيقظوا من غفلة، وهم يرون هذه الدعوة الفتية على الرغم من قصر المدة الزمنية التي بدأت بها، إلا أن التأثير واضح فيها. وما كان ذلك التأثير يتحدد بعدد الأشخاص أو مكانة الأشخاص الذين قبلوا بالدعوة الإسلامية. فنحن نعلم أن الثلاث سنوات ما أقبل فيها على الإسلام ودعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلا قلة قليلة من المستضعفين الذين هم يبحثون عن ملجأ وملاذ آمن وحماية ضد قريش وبطشها. إذن المسألة ليست مسألة النوع، وإنما هي مسألة الشعور الحقيقي والخوف الشديد الذي كانت تشعره قريش في محتوى وفحوى الخطاب في هذه الدعوة العظيمة. وكان كثيرون من قريش قد استمعوا لآيات القرآن العظيم، وآيات القرآن لوحدها كفيلة بأن تشعرهم بأن هناك خطر حقيقي على مركزهم وقوتهم المادية. أين الإشكالية؟ الإشكالية الخطيرة أن قريش صدها ما كانت فيه من مكانة وعزة ومنعة مادية وموقع بين القبائل العربية عن عظمة هذه الدعوة والرسالة، فلم تلتفت كثيرا إلى عظمة هذه الآيات ولا إلى موقعها ولا إلى ما يمكن أن تحققه هذه الآيات. لو آمن بها الإنسان وآمن بها المجتمع
وطبقها في حياته وسلوكياته. فمن بعد سورة الشعراء وما يمكن أن يفعله الإعلام الهادف النزيه، القرآن خط وقدم خطة متكاملة لإعلام نظيف هادئ نزيه في سورة الشعراء، يخدم رسالة الإنسان. الإنسان له رسالة في الدنيا، ما خلق عبثا. فإذا آمن الإنسان بأن رسالته في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض محدودة الأجل قصيرة الأمد، سعى إليها ليلا ونهارا ولتحقيقها قبل أن يأذن الله بالفراق. سورة النمل جاءت لتقديم نموذج لحاكم قوي شديد حازم في ملكه وقوته وجاهه ومنعته، وفي ذات الوقت لم يلهه الملك الذي لم يؤت لأحد من العالمين، لا في الماضي ولا في واقعه وحاضره ولا في مستقبل الأيام. الملك الذي أوتي لسليمان وهو بطل سورة النمل وقصة سورة النمل، على الرغم من أن هناك عدد من الأنبياء كذلك قد ذكروا معه في سورة النمل، ولكن هو نموذج جاء يشكل الهدف الذي تدور حوله سورة النمل. ما هو الملك والقوة والجاه والزعامة والمنصب؟ كلها عوامل تخدم هذه الرسالة العظيمة التي لأجلها خلق الإنسان. حتى لا يقول قائل أن الملك بطبيعته يلهي الإنسان عن رسالته، قدم القرآن نموذج لملك لم يحصل له مثيل في التاريخ ولا في المستقبل، ولكن هذا الملك على الرغم من توفر كل أسباب القوة والقيادة والزعامة بين يديه التي لم يؤتها أحد من قبله ولا من بعده، إلا أنه لم ينشغل بذلك أما لأجله خلق. ولذلك سورة النمل أيضا علمتنا وقدمت لنا نهاية هذا الملك الذي لم يؤت أحد من العالمين مثل ما أوتي من الملك. ما هي النهاية؟ نهاية كل حي الموت الذي هو لقاء الله. عش ما شئت وتملك ما شئت وخذ من الدنيا ما أردت وضع بين يديك ما يمكنك الله، لأنك لن تضع إلا ما سيمكنك الله أن تضع بين يديك، ولكن كن على يقين أن كل هذا سيؤخذ من بين يديك. فالمؤمن العاقل يقدم كل هذا بين يدي خالقه عز وجل لينتقل منه في الدنيا من دار الفناء إلى دار البقاء يجده عنده. بمعنى آخر أن سليمان عليه السلام ما ضيع ملكه، سليمان ما ضيع ملكه. وهل الملك يضيع؟ كل شيء ممكن أن يضيع في الدنيا. إذا ما أدرك الإنسان الغاية التي لأجلها خلق؟ سليمان الذي ما ألهاه ولا أشغله الملك عن الرسالة التي لأجلها خلق، كان ذلك الملك قنطرة تسير به نحو الجنان. ما ضيع ملكه، حافظ عليه. وهكذا الإنسان، الرسالة واضحة في سورة النمل كما سنأتي عليها. وواحدة من أعظم مقاصد سورة النمل كذلك أن الملك لكي يحافظ عليه لا بد من العلم، وأن العلم أشرف من الملك، وأن الإنسان ترتفع مكانته الحقيقية بالعلم أولاً، وأنه ملكا أو جاها أو مالا أو سلطانا بدون علم لا ينفع صاحبه. ولكن العجيب
وليس بعجيب على منطق القرآن العظيم، أن القرآن يقدم لي العلم الذي ينفع صاحبه، العلم الذي ينفع الملوك في الحفاظ على ممالكهم، العلم الذي يفتح بصيرة الإنسان وعقله وقلبه وجميع حواسه، فلا تنطمس فيها البصيرة عن ذلك النور الذي يأتي به القرآن العظيم. ولذلك كلمة العلم بمشتقاتها ذكرت كثيرا في سورة النمل، بل إنه في سياق الحديث كما سنأتي عليه في قصة سليمان عليه السلام ما جاء ذكر الملك، جاء التفاصيل كلها تبين الملك، ولكن ما ذكر ونص عليه العلم وعلمنا، وهكذا في كل شيء، ليبين أن العلم هو الذي ينبغي أن يحرص عليه. وفي نفس الوقت سورة النمل تقف بنا أن العلم ليس بالضرورة أن يؤخذ من جامعات أو مدارس عريقة أو معروفة في العالم، وإلا لكان لنا أن نتساءل سليمان عليه السلام تخرج في أي جامعة، وكل هؤلاء الأنبياء وكل هؤلاء القادة العظام. ليست القضية أن هناك إشكالية في نظام الجامعات، لا، ولكن الإشكالية أن قضية العلم لابد أن يكون لها هدف، وهذا الهدف لابد أن يكون موصولا بهدف الإنسان في الحياة الذي لا يمكن أن يتعلمه إلا من خلال القرآن. هل إشكالية العلم، وهي سنأتي عليها في سورة النمل ونقف عندها طويلا، ستحل حين يكون هناك جامعات تحمل اسم جامعة إسلامية؟ لدينا الكثير منها هذه الجامعات، الجامعة الإسلامية الكذا، الجامعة الكذا، بل لدينا جامعات قرآنية، ولكن ما يحدث الفارق في هذا المعهد أو ذاك أو تلك الجامعة أو هذه المؤسسة أو ذاك المكان ليس الاسم الذي تحمله أو الشعار، الهدف، نوعية العلوم التي تقدم، بشكل آخر النتائج والمخرجات التي تخرجها هذه الأماكن والجامعات. لا يفترض أنها تخرج أناس صالحين أكثر ما يكونون خدمة لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم ودولهم وبلدانهم والأمة. هذا هو القياس الذي به تقاس المخرجات التعليمية. سورة النمل تتناولها. السورة العظيمة بدأت في هذه المرحلة، مرحلة التحدي، ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما بين فترة الهجرة إلى الحبشة التي أذن فيها لأصحابه أن يهاجروا من ضيم قريش وظلمها، وبين وقوع حادثة الإسراء في تلك المرحلة حصلت ونزلت هذه السورة. والسورة تتكلم وتكلمه عن ملك وملوك وعلم. كيف يكون القرآن هكذا ونحن نعلم أن آيات القرآن تتنزل لتقدم لي إجابات على الواقع الذي أنا أعيش فيه؟ فما العلاقة بين واقع الضعف الذي كان يعيش به فيه المسلمون في المرحلة المكية في تلك الآونة بالذات، وبين الحديث عن الملك، وبين الحديث عن العلم، وبين الحديث عن سليمان عليه السلام وهذه المنزلة العظيمة؟ قريش من جملة ما كانت تتحدى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنها تطالبه بالملك والزخرف وبيت من زخرف وآبار وجبال وذهب ودنيا، محدودة في ما تطلبه، محدودة جدا. من أين جاءت تلك المحدودية؟ ضيق الأفق الذي ينحصر فيه البشر حين لا يكون لهم علاقة مع هذا القرآن العظيم.
فالقرآن في سورة النمل قدم نموذجا أن يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت أقرب الخلق لله سبحانه وتعالى. المسألة ليست مسألة ملك، ولو أنت أراد الله أن يملكك وقد ملك سليمان من قبلك لملكك، ولكن المسألة ليست أن تتوج ملكا، أنت وما ستقوم به من دعوة أعظم من كل ملك، لأن الملك كما ذكرنا حتى ملك سليمان لولا أن سليمان قدم ملكه طاعة وشكرا لله ما بقي من ملكه شيء. والملك ملك سليمان المادي ذهب على عظمته. إذن المسألة ليست مسألة مادية، ولكن الأثر الذي سيبقى في هذه الدعوة العظيمة تطيب وتسلية لخاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر قدرة ربك سبحانه وتعالى قادرة على أن تجعل وتفعل كل شيء وتأتيك بكل المعجزات والخوارق التي طلبتها قريش والتي لم تطلبها بعد والتي ستطلبها فيما بعد. ولكن القرآن ما جاء لي أجل أن يلبي طلبات قريش ولا غير قريش، جاء لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل ويبين الضلال من الهدى والهدى من الضلال، ويبين للناس ويعلم الناس وليس العكس. وواحدة من أعظم وسائل وإشكاليات التعليم في حياتنا أن المعلمين والمربين يقدمون ما يطلبه المتعلمون في كثير من الأحيان، يسهلون المادة لأن ما يريده المتعلمون السهل، يفعلون كذا لأن ما يريده المتعلمون كذا. وإذا انتقلت إلى المدارس الخاصة أو المؤسسات الخاصة وجدت إشكالية كبيرة، لأن الناس هناك تتعلم بأموالها، فإذا تعلمت بأموالها أصبحت هي التي تعلم نفسها ولا تحتاج إلى من يعلمها. هاي إشكالية من إشكاليات التعليم، القرآن حلها في سورة النمل من خلال الآيات العظيمة. إذا أردت أن تتعلم وتعلم أبنائك تعليما حقيقيا عليك أن تفهم أن العلم والتعليم فوق ما تدفع ولو حتى دفعت. ولذلك الناس لابد أن تحرص على هذه القيم، أنت لا تقدم وتطلب ما يتعلمه أبنائك على مزاجك، أنت تنظر في المصلحة التي يحققها ذلك العلم. قريش كانت كالطفل المدلل يريد شيئا يلعب به يتسلى به من معجزات وخوارق، وحاشا لله سبحانه وتعالى ولدينه أن يلبي ما يريده هؤلاء أو هؤلاء، وهو قادر على ذلك سبحانه، ولكنه التربية والتعليم الذي جاء به القرآن العظيم. هذه المرحلة التي نزلت فيها سورة النمل. أما عن التناسب بين سورة الشعراء التي قبلها والسورة التي هي النمل وهي كذلك في النزول وفي الترتيب في المصحف، فتدبروا معي في نهاية سورة الشعراء. سورة الشعراء ربي سبحانه وتعالى ختمها بقوله عز وجل: ألم تر عن الشعراء أنهم في كل واد يهيمون. هؤلاء الشعراء الذين لا غاية ولا هدف لهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورة النمل جاءت تحدثنا عن الطرف الآخر في السلطة، الشعراء يشكلون نموذج للإعلام والسلطة الإعلامية. إذا كان بلا هدف ستراه في كل واد يهيم، هائم على وجهه. إنسان حين يهيم على وجهه لا هدف له يحركه ويوجهه،
في كل واد يهيمون، يقولون ما لا يفعلون، ازدواجية في المعايير. ما الذي ينقذك من هذا؟ إيمان والعمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ما دخل الانتصار والظلم هنا؟ صاحب رسالة حين يجلس يحدث الناس له رسالة، وليس لأجل الشهرة والأضواء أن تنزل الألقاب والأسماء في عشرات الصحف والمواقع لا لا لا. ما الذي يمنعه من الجري وراء الأضواء والشهرة؟ الإيمان بالله والعمل الصالح. صاحب رسالة، النموذج الذي يقابله في سورة النمل الحاكم الذي لا تقل إن لم تتفوق مهمته عن مهمة صاحب الإعلام. إذا كان بلا هدف تراه في كل واد يهيمون. كيف يهيمون؟ لا وجهة توجهه. أينما جاءت الريح ووجهته الريح تراه يبحر معها، تحركه مصالحه القريبة العاجلة. ليس لديه هدف واضح، فيه تذبذب في المواقف، تراه يصبح في فكر ويمسي في فكر آخر، ويقولون ما لا ويقولون ما لا يفعلون كذلك، للزواجية في المعايير. المنصب والكراسي والجاه والأموال لها بهرجة تغر من لا يعرف القرآن، ومن يعرف القرآن حقا لا يمكن أبدا أن تبهره هذه الأضواء ولا تغر في يوم من الأيام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جاء النموذج في سورة النمل للحاكم اللي آمن وعمل الصالحات. من هو اللي آمن وعمل الصالحات وذكر الله كثيرا؟ متمثلا في سليمان. ولذلك سورة النمل عرفت في بعض الكتب بسورة سليمان. سليمان عليه السلام نموذج، آمن وعمل الصالحات وذكر الله كثيرا، وبعد وانتصروا من بعد ما ظلموا، وانتصر لمن قد ظلم كذلك، وسنأتي عليها بتفاصيلها في سورة النمل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والكلام الموجه في نهايات سورة الشعراء لكل أصحاب السلطات وغير السلطات الإعلامية. الإعلام جهاز كبير، ونحن وأنا أذكرها وأقولها دائماً، في الزمن الذي نعيش فيه كل واحد فينا أصبح جهاز إعلام كامل متكامل. تعرف كيف تنشر، وتعرف ماذا تكتب، وتعرف كيف تقرأ، وبالصوت وبالصورة وبالكاميرا وبالكل، جهاز كامل ليس فيه أي اختلاف عن الأجهزة الإعلامية. وإذا ما كنت تعرف عليك أن تعرف حتى تفهم خطورة الكلمة التي تنشرها ومقاصدها، ولا يكون نشرك عشوائيا، ولا تصبح في كل واد يهيمون. في ناس في كل واد يهيمون، هذه قاعدة، في كل واد يهيمون قاعدة تبين تخبط الإنسان حين لا يكون له هدف. ينشر بلا هدف، يقرأ بلا هدف، يسمع بلا هدف، ويفعل كل شيء بلا هدف، ولا يفهم ما يفعل. هذا النموذج الذي جاء. وأعظم رسالة ينبغي أن يحقق الإنسان وهو يسير في طريق الإيمان والحياة، الانتصار للحق. ولذلك ما ذكر هنا في نهاياتها إلا قال وانتصروا من بعد ما ظلموا، وفقط قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لأجل أي شيء؟ لأجل أن يعرف الظالمون بكل أشكالهم وصورهم ورموزهم أن النهاية هي بيد الله سبحانه وتعالى، وليست في الدنيا، مو شرط في الدنيا، ولكن هي بيد الله عز وجل. تدبروا في بدايات سورة النمل. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وتدبروا في اللفظة التي جاءت
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. القرآن هو الذي يبين للناس مصائر الذين ظلموا وكيف يكون منقلبهم، ولا يكون منقلب هؤلاء إلا السوء والشر. وسيأتي عليه بعدها في سورة القصص وفي سورة النمل بشكل موجز عاقبة المفسدين والمكذبين من أمثال فرعون، نموذج للذين ظلموا ونماذج. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جاءت سورة النمل ببيان نماذج للذين ظلموا وكيف كان منقلب هؤلاء في خمس مواقف، خمسة مواقف مع الأنبياء عليه السلام، بدءا من موسى عليه السلام، وتدبروا في نهاية قصة موسى في سورة النمل. قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نهاية سورة الشعراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اقرأ حتى تعرف كيف تكون نهاية الظلم والعدوان، ولا تغرك الحياة الدنيا. إن نحن ذكرنا ونذكر دوما الحياة بكل سنواتها العديدة طرف من بداية فيلم، قد ينتهي قد ما ينتهي. الحياة ليست هي النهاية، مرحلة وليست هي النهاية. كل القصص التي جاءت بعدها تبين أي منقلب ينقلبون. القرآن في نفس الوقت قال تلك آيات الكتاب، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. للذين ظلموا يعلمهم أي منقلب ينقلبون، وللمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين. والتناسب بين الاستثناء في أواخر سورة الشعراء لما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن نهايتها كانت فيها وعيد للشعراء الذين يئيمون في كل واد، في كل واد يئيمون. والذين آمنوا منهم قال في بداية سورة النمل هدى وبشرى للمؤمنين. لا شيء ينجيك غير الإيمان، لا شيء، مهما كان لديك من قوة لا شيء ينجيك إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الذي لا ينفك ولا ينفصل عن العمل. ولذلك في السورة التي تليها في سورة النمل قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لماذا ذكر اليقين بالآخرة؟ نذكرها دائما في القرآن، هذه ركن من أركان الإيمان بالله. لماذا هو ركن من أركان الإيمان بالله؟ يجعلك تفهم، يجعلك تعي. ولماذا هنا ذكر يوقنون؟ لأن يقينك بالآخرة يدفع بك إلى تقديم أحسن الأعمال في الدنيا، يدفع بك إلى التضحية إذا احتاج الأمر للتضحية، يدفع بك إلى الصبر، يدفع بك إلى العطاء، يدفع بك إلى التحلي بكل صفة جميلة، يدفع بك إلى التواضع الذي كان في سليمان عليه السلام. أوتي كل شيء أوتيه من متاع الدنيا في يده، ولكن ليس في قلبه. ما الذي حمى قلب سليمان؟ إيمانه ويقينه بالله سبحانه وبالآخرة هم يوقنون. فإذا ما انتقلنا إلى نهايات الآيات في سورة النمل، سورة عظيمة تتكلم عن الملك وصلاح الملوك وكيف يكون أصحاب رسالة في الدنيا، كيف يكون الختام فيها؟ تدبروا معي. قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. عملك والنهاية إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. أنت جئت إلى الدنيا لأجل أن تعبد الله الذي حرمها، وتدبروا في كل كلمة في الآية، وله كل شيء. لماذا له كل شيء؟ حتى يذكرك أن
إنك حتى في الدنيا إن أعطيت كما أعطي سليمان كل شيء فاعلم أنه ليس لك شيء، وأن الذي له كل شيء هو الله سبحانه الذي أمرت أن تعبده. القرآن ما يأتي ينص على شيء إلا وله حكمة ومقصد في مضمون الآيات التي جاءت فيه. وله كل شيء، كل شيء لله وليس لسليمان. فإذا كان كل شيء لله وليس لسليمان وهو أتي ما لم يؤت أحد من العالمين، هل بقي لأحد شيء في الدنيا؟ لا. وبعد وأمرت، تدبروا في اللفظتين في آية واحدة، أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذه الكلمة التي سيقولها سليمان، طب أنت ملك ما تفتخر بألقابك، لأن عادة الناس تفتخر بألقابها، هذا لا يفتخر بشيء بس يريد أن يكون من المسلمين. ومن هو المسلم الذي تقدمه؟ لأن المسلمون والمسلم وأسلمت ومن المسلمين تذكر كثيرا في سورة النمل. والإسلام هنا بمعنى التوحيد وبمعنى الاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. أعظم ما يمكن أن تحمله من لقب أنك مسلم، وليس الإسلام شعار، وإلا لو كان شعار لكان المسلمون اليوم من أقوى أمم العالم، أكثر ناس في العدد وحتى في العدة وحتى في المكاسب والموارد المادية. الإسلام الذي تقدمه سورة النمل ليس شعارا، وليس كذلك الذي يكتب في جوازات السفر والإقامة الديانة وأمام مسلم، لا، وإنما هو العمل الذي تلقى به الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام هنا ليس فقط بلفظة أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولكن تلك الشهادة التي يشهد بها واقعك الذي تعيش فيه. استسلام، انقياد. هب أنك كتبت في جواز السفر أنك مسلم، قل لي بالله من يصدق على أنك مسلم إلا الذي خلقك ويطلع على قلبك وعملك وسلوكك ويشهد أنك قد أسلمت قيادة حياتك له هو وحده لا شريك له. تدبروا في الجمع في الآية في خواتم سورة النمل، أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، عبادة جامعة لا تنحصر فقط في الصلاة والصيام والزكاة، عبادة بكل أفعالك وسلوكياتك في واقع الحياة. يصدق عليها أن تكون من المسلمين، أمرت أن أكون من المسلمين. وما الذي يعينني على أن أكون من المسلمين؟ يا شغلة، يعني هي الآن حتى الناس اللي تريد أن تدخل في الإسلام، كثير من الناس، وهذا شيء لا بأس به، كثير من الناس يقول له الأمر هين بسيط، كل المطلوب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط. جميل أن نسهل على الناس الأمور، ولكن لابد أن نفهم ما معنى ومقتضى أن أكون من المسلمين. لو ما كانت عظيمة ما جاء الأمر بها في النهاية بعد قصص أنبياء، وأمرت أن أكون من المسلمين وعلى لسان الأنبياء، منزلة عظيمة، منزلة عظيمة. ومتى يدرك الناس من المسلمين أنها منزلة عظيمة هذا الشعار أن أكون من المسلمين؟ أكون، والكينونة تفرض عليك التزامات جاءت في السورة. ما الذي يعينك على أن تكون من المسلمين؟ قال وأن أتلو القرآن. لا شيء يعينك على إسلامك كتلاوة القرآن. قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما فقل إنما أنا من المنذرين. لا شيء يبين لك ويفرق لك بين الهدى والضلال كالقرآن.
في كل سور القرآن، القرآن حاضر، لأن علاقة الإنسان بالقرآن هي التي تشكل الفارق الحقيقي في عملك، في سلوكك، في كل ما أنت فيه. وتدبروا الختام وقل الحمد لله. عندك إسلام، أنت من المسلمين، وعندك قرآن تتلوه، قل الحمد لله. والملك والدنيا إذا هذول الاثنين عندك، حس على كل شيء، لأنك أنت ستخرج من الدنيا بأي شيء. هو الإنسان لما يفارق سليمان عليه السلام لما خرج من الدنيا أخذ معه كل الجن والشياطين وكل شيء، لا لا لا، أخذ أي شيء، ما قدمه بين يدي الله، اللي قام على أي شيء أكون من المسلمين. وهذه فقط. إذن هذا الذي ستخرج به، احرص على ما ستخرج به لا على ما ستخرج منه. وعجب حال الناس في الدنيا، يحرصون ويجرون لهثا وراء ما سيخرجون منه، ولا يحرصون حرصهم على ما سيخرجون به من الدنيا. كيف صورة النمل تعيد الأمور إلى نصابها؟ بماذا ستخرج؟ وقل الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها، لأن قريش وغير قريش تطلب الآيات. سيريكم آياته، ولكن لا تتمثل في آيات حسية كما أنتم تريدون، لأن القرآن كتاب لا يقدم لك ما تشتهيه أنت ولا على مزاجك. وتذكروا حين نقول دوما أنك لا ينبغي أن تتخير من آيات القرآن، لأن في بعض المسلمين يتخير من آيات القرآن العظيم ما يوافق هوى نفسه وما يوافق مزاجه، ويترك من الآيات ما يخالف هواه. سيريكم آياته فتعرفونها، تعرفون كل الآيات. قال وما ربك بغافل عما تعملون. اعمل ما شئت، أنت المطلوب منك أن تعمل، ولكن أن يري الله سبحانه وتعالى آياته في القرآن وفي الخلق وفي كل شيء وفي معجزات خارقة، هذا هو سيريكم. والله سبحانه وتعالى في كل يوم، في كل لحظة يرينا آياته ولا ما يرينا آياته. سورة النمل وهي تتكلم عن قوة سليمان. سليمان أي قوة؟ أي نظام عالمي؟ أي دنيا؟ شيء مهول لا يصدقه العقل البشري، لأن هو معجزة كان بن سليمان عليه السلام، معجزة ملكه والوسائل التي جاءت في ملكه، هو مؤيد بمعجزات خارقة. من بعض الناس سنأتي عليه يقول لك علمنا منطق الطير، طيب ما الآن الناس تعرف، بعض الأشخاص والعلماء يعرفون لغة الطيور. المسألة ليست لغة الطيور، هذه معجزة، معجزة خارقة لا يستطيعها الإنسان. القوة وهذه الأدوات والوسائل كانت ممكن أن تكون مدعاة للوقوع في الظلم. ما ظلم، لماذا لم يظلم؟ الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل شيء، كما ستأتي عليه السورة في أوانها، هذا الترابط العجيب. وتدبروا معي في نهايات سورة، في بدايات سورة القصص، على قبيل نهاية سورة النمل وبداية سورة القصص، طاسين ميم أيضا، تلك آيات الكتاب المبين أيضا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. من سورة القصص سورة تكلمت عن موسى عليه السلام وفرعون بامتياز. لماذا التقابل؟ سورة النمل سليمان الذي أصلح الملك بإيمانه، وفرعون الذي أفسد ملكه بعدوانه وكفره.
هذا التقابل والتضاد. سورة النمل وسورة القصص نماذج ليعلمك القرآن كيف تتبين الآيات. هو قال سيريكم آياته في الأنفس، في المجتمع، في الأمم، في كل شيء. لتأخذنا معها سورة النمل العظيمة في تلك الجولة التي تجعل الإنسان يتفقد قلبه كما تفقد سليمان عليه السلام الطير، فرأى الهدهد غائبا. كل واحد فينا محتاج أن يتفقد. هذا التفقد الذي تعيده سورة النمل إلى عقله من جديد، لكي لا يكون له مطلب إلا أن يكون من المسلمين. ولا ألقاب ولا مفاخر ولا أي شيء، أنت إذا خرجت من الدنيا وكنت من المسلمين هذا هو الفوز العظيم. ولكن إذا خرجت بعشرات الألقاب ولم تكن والعياذ بالله حقا من المسلمين، فماذا تغني عنك تلك الألقاب؟